اهلا وسهلا بكم على متن الطائره ميدل ايست ايرلاين ايرباص 550 المتوجه الى بيروت. الرجاء ربط الاحزمه والبقاء في امكنكم عند الاقلاع والهبوط. شكرا لكم. انا بحس ماريتا كل واحد منا عنده جمهوره اللي بحبه وبيتابعه، يعني انه ما بقدر انا اعرف من ورا يمكن ارقام الفولورز على انستغرام لانه مش كل الناس موجوده على انستغرام، فاكيد كل واحد منا عنده جمهوره وكل واحد منا ما بيشبه الثاني. وليد لا يا خيي ما اتفقنا هيك. اكثر حدا بيعمل مشاكل دانا انا بستفزها وهيك، يعني انا بحق لك لا بس انه كثير هيك بتعصب بسرعه وتصرخ وضله طالع صوتها بالبيت. هلا اكثر حدا اكتف يمكن على تيك توك، اكثر حدا بيصور اشياء هي انا اول وحده بلشت، يعني بتحس ماريتا اكثر شيء محمسه وعم تعمل وهيك فيديوز، بس انه كلنا انا بحبه بسلي، يعني انا بس كنت زهقان هيك بعمل فيديو اثنين بسلي، بس انه ماريتا بتحسها اكثر عايشه الدور. وليد وانا كلنا ماريتا بنحب التيك توك، بس ماريتا اكثر شيء بتعملهم على القد يعني ولا غلطه. ماريتا ما بتطلع من البيت. ماريتا انا اكثر وحده بيتوتيه، اكثر وحده بحب اقعد بالبيت قبل الحجر وبعد الحجر وعلى طول. وليد بس منه ساكن لوحده، بس بحس الوليد اكثر شيء يمكن بتخطر بباله هالفكره. هلا انا بس مش انه اسكن انه فل من البيت وهيك، بالعكس يعني بحب ضل مع اهلي، بس باوقات بتحس انه هيك بتكون مضغوط او بالشغل او بالجامعه او هيك بتحس انه بدك هيك يور اون، عرفت كيف، انه مطرحك الخاص او انه تكون لحالك تريح راسك هيك تكون مرتاح، بس انه عيش لحالي لا بالعكس بحب كثير حياه البيت وعند اهلي ومتسلى كلنا وفي جو، يعني بتحس في طاقه هيك ايجابيه. الوليد اكثر شيء بيتخانق. وليد انا ودانا اذا بدك. ايه انا. هلا كلنا بنمارس الرياضه، انا كنت ملتزمه اكثر يعني قبل الحجر المنزلي كنت تروح اكثر على الجيم، هلا وقفت. هلا دانا اكثر شيء يمكن والوليد عم يعملوا سبار اكثر مني. انا كلنا بنمارسها باعتدال يعني مش اكستريم. دانا ووليد صار بدها قعده هي تزبيط. هلا انا عن جديد اكتشفت هوايه بيني وبينك تحبه، بس هو بالبيت بحس دانا اكثر وحده. انا بحب الشوبينج اكثر شيء، واكثر وحده بعرف اعمل شوبينج. نعلق مع بعض بتكه بتلاقينا بتكه جانا عادي. اوكي يلا. وليد دغري بيزعل على كل شيء، بس كمان دغري بيرضى. انه كلنا بس بتحس دانا شوي اكثر، يعني دانا اذا قلت لها مثلا بكره في مثلا سهره شي محل فيك بتحسها اكثر بتروح. يعني انا وليد دانا اكثر وحده بتحب الدهرات، بتحب يعني الاصحاب، بتحب تعيش الحياة هيدي المجنونة. ما بعرف يمكن أنا ما بعرف شو هو السؤال. وليد خصوصي هلأ بعد ما ضعف بدها تقشط علينا الهليكوبتر. دانا ضل حامل السلفي وسلفيز وسلفي. يا حبيبة شو هول عم بيداهمه ولا عم بيصوره ولا شو؟ في أحلى من الحب. واو ما وليد دايما عنده هول الاخبار يعني ليلي يا ليل. اهلي دانا مش كل وقت دانا اذا عصبت مني مثلا اذا عملت ليك بخبر بيي ها دغري عرفت عندها اياها هيدي اوقات بتخبره. ما سمعت السؤال. لا احنا وصغار دانا يعني دانا يمكن عندنا هالنظره على دانا لان من احنا وصغار يعني اكثر وحده كانت تسمع اخبار بتروح بتفسد، بس انه هلا يعني هي اكثر وحده بعدها. ما حدا هلا اكيد ماريتا وليد قالوا انا بس مش مزبوط. دايما بيتهموني بهيدا الشيء مع انه ولا مره فسدت على شيء، ما بعرف ليه عندهم هالفكره عني. وليد وماريتا بدي اقول لكم مش مزبوط ولا مره فسدت شيء.